بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ النهاردة حكاية وقصة رأفت الهجان أو رفعت الجمال، القصة الحقيقية والصور الحقيقية. حكاية مسلسلة على أجزاء، هنبدأ النهاردة أول جزء إن شاء الله. أول ما مسلسل رأفت الهجان اتعرض سنة 1988 عمل هزة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي ككل، والمجتمع الإسرائيلي أحس بالصدمة نتيجة إحساسه بالخداع من حكومته الإسرائيلية، زي ما كانت بتقول لهم إن خط بارليف الذي لا يقهر، وقدر المصريين إنهم يدكوا الخط ده ويعبروا قناة السويس ويرجعوا سيناء وننتصر في حرب السادس من أكتوبر سنة 1973. وكمان الحكومة الإسرائيلية كانت دايما تقول إن الموساد هو جهاز الاستخبارات الأول الذي لا يخترق في العالم. ولما تعرض مسلسل رأفت الهجان أحس المجتمع والشعب الإسرائيلي بخداع حكومته ودولته ليه، وطلبت الصحف الإسرائيلية في الوقت ده يديعوت أحرنوط ومعاريف رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الموساد في الوقت ده بتوضيح الأمر كله. هل القصة اللي مسلسل رأفت الهجان عرضها والصحف المصرية اتكلمت عليها دي حقيقة ولا خيال؟ وسكت الموساد فترة، وطلع رئيس الموساد يقول بعد فترة إن القصة دي خيال محبوك من مؤلف عبقري، وإن على المصريين إنهم يفتخروا إنهم عملوا قصة بالخيال ده. بس في صحيفة اسمها أورشليم بوست فضلت تدور وتدعبس في الموضوع، ودوروا على الشريك اللي كان شريك لرفعت الجمال وقت وجوده في إسرائيل اللي هو كان اسمه إمري فرايد، وقدروا يوصلوا له ويعملوا معاه حوار صحفي، ووروا له الصور بتاعت رفعت الجمال وسألوه، وقال لهم أيوه أنا كنت شريكه لمدة 7 سنين، وكانت له علاقات قوية جدا ووطيدة جدا في إسرائيل، لدرجة إن هو كان مرشح لعضوية الكنيسة الإسرائيلي عن حزب اسمه ماباي اللي هو حزب عمال الأرض الإسرائيلي، بالإضافة كمان لعلاقاته الكبيرة والوطيدة مع جولدا مائير وموشي ديان ونخبة كبيرة من المجتمع الإسرائيلي. وكمان طلع 2 صحفيين إسرائيليين عملوا كتاب هز إسرائيل كلها. الصحفيين دول كان اسمهم إيتان هابر ويوسي ميلبن، وسموا الكتاب الجواسيس، وذكروا في الكتاب القصة اللي مسلسل رأفت الهجان حكاها والقصة اللي ذكرتها الصحف المصرية، وقالوا بالحرف إن كل التفاصيل اللي ذكرتها المخابرات المصرية صحيحة ودقيقة للغاية. نبدأ بقى في سرد قصة رفعت الجمال أو رأفت الهجان الحقيقية، وزي ما هو حكاها في مذكراته بخط إيده ومن واقع سجلات المخابرات العامة المصرية، ومرجعيتنا في الكتاب ده لكتاب 18 عاماً خداعاً لإسرائيل، قصة الجاسوس المصري رفعت الجمال. اتولد رفعت الجمال في الأول من يوليو سنة 1927 في مدينة دمياط، واسمه بالكامل رفعت علي سليمان الجمال، وكان الأخ الأصغر لثلاث إخوات، 2 أشقاء وهم لبيب ونزيهة، والأخ الأكبر غير الشقيق سامي كان من الزواج الأول للوالد علي سليمان الجمال اللي كان بيشتغل تاجر فحم بالجملة، وكان شخصية محترمة لها مكانتها واحترامها، وكان بيحمل لقب أفندي رسمي، واسم العائلة اللي هو الجمال نسبة إلى الأب المؤسس لها واللي استقر في دمياط من أجيال مضت وعاش فيها حياة ناجحة وميسورة بفضل تربية الجمال، ومن هنا جاء لقب العائلة اللي هو الجمال. وكانت الأم رتيبة من أسرة راقية، وكانت امرأة عصرية إلى حد ما، وكانت بتتحدث اللغة الإنجليزية والفرنسية. لبيب اتولد في يوم 20 يناير 1923. أما سامي الأخ غير الشقيق اللي كان أكبرهم سناً وبفارق كبير، أرسله والده إلى القاهرة للدراسة، ورجع سامي لدمياط سنة 1930 وكان عمره 17 سنة، وكان أتم دراسة الثانوية بتفوق، وألحقه والده بالجامعة، وأصبح بعد كده معلم لغة إنجليزية مرموق، وبعد كده أصبح هو المدرس الخصوصي اللي بيعلم إخوات الملكة فريدة اللغة الإنجليزية. ولبيب أصبح محاسب فيما بعد، وكانت نزيهة أخته طبقاً لوصف رفعت نفسه ذات قلب حنون وطيب، والتحقت بمدرسة البنات الوحيدة في المدينة وكانت مدرسة خاصة. وتوفي الوالد علي سليمان الجمال سنة 1936، ورفعت كان عمره 9 سنين، وكان عمر نزيهة في الوقت ده 11 سنة ولبيب 13 سنة. أما سامي اللي كان عمره 23 سنة كان اتخرج من الجامعة من فترة، وكان بيعمل مدرس لغة إنجليزية في المدرسة الابتدائية بمصر الجديدة في القاهرة. ومن الوقت ده أصبح سامي هو رأس الأسرة، وأخذهم كلهم ومعهم أمهم إلى مصر الجديدة. كانت الأم بتشرف على المنزل، والتحقت نزيهة بالمدرسة الثانوية للبنات بمصر الجديدة، والتحق لبيب بمدرسة تجارية متوسطة، والتحق رفعت بمدرسة ابتدائية حكومية،
وفي صيف سنة 1940 أكمل رفعت تعليمه بالابتدائية بتفوق، والتحق بعد كده رفعت بمشورة أخيه سامي وأمه بمدرسة تجارية متوسطة. وفي بداية سنة 1943 تزوجت نزيهة أخته من الملازم أول أحمد شفيق، وانتقلت الأم إلى ديكيرنس تعيش مع أخوها. وكان سامي بيستعد في الوقت ده للجواز، وبدأ يبحث عن شقة لرفعت ولبيب يعيشوا فيها، ولقى لهم شقة في شارع الجامع الإسماعيلي في ميدان لازغلي. وفجأة لقى رفعت نفسه وحيد، محروم من أمه وأخته نزيهة اللي كانت أقرب حد له في إخواته، واللي كانت دايما كاتمة أسراره. وافتكر إن لبيب اللي كان صاحب فكرة إلحاقه بمدرسة تجارية متوسطة، وفهم إن محدش عايز يتولى مسؤوليته وإنه لازم يعتمد على نفسه. وشعر رفعت بالصدمة لما لقى إنه قدامه عام واحد فقط لازم بعده إنه يعول نفسه ويعتمد على نفسه، حيث كان آخر عام دراسي له. وعشان كده وعلى سبيل الاحتجاج اتعمد رفعت إنه يسقط في امتحان نهاية العام الدراسي التالت. وصار الجميع لأن محدش في الأسرة سقط قبل كده في أي امتحان وفي أي سنة، وكان الأمر غريب لكل أفراد الأسرة لأن جميع درجات رفعت على مدار السنين كانت كويسة. واتجوز سامي من ابنة محرم فهيم بيك رقيب المحامين في الوقت ده، وانتقل لشقة جديدة مع زوجته، وفضل رفعت مع أخي لبيب اللي كان اشتغل كاتب بأحد البنوك. ودخل رفعت امتحان الملحق وتعمد يسقط للمرة التانية، وفضل لبيب يندب حظه اللي ربطه برفعت في شقة مشتركة، ويقول لرفعت إنه عديم القيمة وإنه هو التافه الوحيد في الأسرة المحترمة. وزهق رفعت من كلام أخوه لبيب وحاول يغير الحال، فاجتاز لامتحان نهاية العام للصف الدراسي الثالث في يونيو سنة 1945، وكده ما عادش فاضل قدامه غير فصل دراسي واحد وينهي دراسته. وفي عمر ال 17 عام زار رفعت الجمال استوديو مصر، وقابل الممثل بشارة وكيم اللي رحب بيه، وفكر رفعت وأصر إنه يشق طريقه ومستقبله في السينما. ولما أخبر لبيب أخوه بكده شعر بالصدمة، وقال له إن ده عار وما يليقش بحد منهم إنه يمتهن مثل هذا النوع من الأعمال. وطبعا رفعت ما أخدش بكلام لبيب، وأدى دور صغير في فيلم لبشارة وكيم كان اسمه فيه رفعت علي، وحقق الفيلم نجاح. ولكن لبيب فضل يشتكي من رفعت ومن عدم مسؤوليته. وخلال العام الدراسي 1945-1946 ظهر رفعت في فيلمين آخرين، وأكمل دراسته سنة 1946. في الوقت ده قابل الراقصة بيتي، وكانت أول حب في حياته، وكانت أكبر منه بعام واحد، وانتقل رفعت وعاش معاها في شقتها. وطبعا استشاط لبيب غضبا، وحسب كلام رفعت في مذكراته إن هو كان صبي خام لما انتقل للعيش مع بيتي وخرج من عندها رجل. وقال رفعت في مذكراته: أخذت من بيتي كل ما يمكن أن يأخذه إنسان، علمتني الكثير، غير أنني أحسست أنه حان الوقت لكي أنتقل إلى مجال آخر، إذ أنني فقدت الرغبة في متابعة عملي كممثل وبدأت البحث عن عمل آخر. وفعلا اتقدم رفعت بطلب لوظيفة بشركة بترول أجنبية على ساحل البحر الأحمر، واختاروه بالرغم من كثرة المتقدمين، وده لأنه كان بيتحدث اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة. وتسلم العمل فورا، وانتقل رفعت لرأس غارب مقر عمله الجديد. وفضل رفعت في رأس غارب لمدة 15 شهر ونجح في عمله. وفي خريف سنة 1947 اترقى، وقرر رئيسه نقله للمركز الرئيسي في القاهرة، إلا أن رفعت رفض الترقية لأنه ما كانش عايز يرجع القاهرة عشان ما يبقاش قريب من عيلته، وخاصة أخته نزيهة وأولادها، لأنه ما كانش هيتحمل أنه يبقى قريب منها وما يعرفش يزورها بسبب خلافاته مع جوزها أحمد شفيق. وساب العمل في شركة البترول، وكان اتعرف على أحد رجال الصناعة من الإسكندرية، وانتقل للعمل معاه في شركته اللي بتعمل في مجال الكيماويات في الإسكندرية. ولقى رفعت من الراجل ده وأسرته بديل عن أسرته، وكان بيعامله زي أبوه ورقاف عمله، وكان بيشجعه أنه يكمل تعليمه وينتسب للجامعة. بس القدر كان مخبي لرفعت شيء تاني. كان عمره 22 سنة لما طلب منه رئيسه في العمل السفر لفرع الشركة في القاهرة، لأنه ما كانش مطمن للمدير اللي هناك، وطلب من رفعت أنه يراجع أعماله. وسافر فعلا رفعت على القاهرة ومعاه هدايا لأخته وأولادها. وعلى الرغم من أنه كان بيشعر بالاكتئاب لما يفتكر الماضي، ولأن أمه ماتت في ديكيرنس وهو في رأس غارب، بس كان رفعت بيشعر بالفخر وهو راجع لأخته رجل أعمال ناجح ومحترم. وراح رفعت فرع الشركة في القاهرة، وفحص دفاتر الحسابات مع مدير فرع الشركة بالقاهرة، وراجع كل شيء وملقاش حاجة غير طبيعية، وراجع رصيد النقدية ووضعه في الخزينة وأغلقها من غير ما يعرف أن مدير فرع القاهرة معاه مفتاح تاني للخزنة. وفي صباح اليوم التالي اكتشف ضياع مبلغ 1000 جنيه من الخزينة،
ولأن من الناحية الرسمية والقانونية رفعت هو الوحيد اللي بيحمل مفتاح الخزينة، فطبعاً اتهموه بسرقة مبلغ 1000 جنيه. واتصل مدير فرع الشركة بالقاهرة برئيس الشركة في الإسكندرية وأبلغوا أنه تم العثور على مبلغ 1000 جنيه بغرفة رفعت في الفندق. وطبعاً الكلام ده كان كله كذب، وخجل رفعت من جريمة ما ارتكبهاش ورجع تاني على الإسكندرية. وقابل رئيس الشركة اللي قال له أنه مصدقه أنه ما سرقش حاجة، وأنه هو عارف أنه كان ضحية خبص مدير فرع القاهرة، بس رئيس الشركة ما قدرش يخليه مستمر في الوظيفة تجنباً لإجراء أي تحقيقات رسمية. ورتب لرفعت فرصة عمل جديدة مع صديق له بيدير خط ملاحي، وبدأ رفعت عمله الجديد مساعد ضابط حسابات على سفينة شحن اسمها حورس. وبعد أسبوعين غادر رفعت مصر لأول مرة، سافر نابولي وجنوة ومارسيليا وبرشلونة وجبل طارق وطنجة، وبعد كده وصل ليفربول، وهناك دخلت السفينة لعمل بعض الإصلاحات. وبدأ رفعت يكتشف المنطقة في ليفربول وما حولها، وفي ليفربول اتعرف على فتاة اسمها جودي موريس، أحبوا بعض وأصبحوا بيقضوا وقتهم دايما مع بعض. ورحب أبوها اللي كان بيشتغل شخصية نقابية هامة برفعت، ودعاه لزيارتهم في البيت وقضى معاهم وقت رائع. ولما فات الوقت وتهيأت السفينة حورس للسفر مرة تانية، كان على رفعت انه يغادر معاها. بكت جودي موريس وتوسلت لرفعت انه ما يسافرش مع السفينة اللي كانت متجهة للهند. ولان رفعت ما كانش متحمس انه يسافر الهند، وكمان ما كانش عايز يفقد وظيفته على السفينة او انه يبقى في انجلترا بطريقة غير مشروعة، جودي اوضحت له ان في كتير من البحارة بيضطروا لاجراء عملية الزائدة الدودية، وبكده بيتخلفوا عن السفر وينتظروا لما السفن بتاعتهم ترجع مرة تانية ويرجعوا معاها. وقالت له إن أبوها هيساعده في الحصول على تصريح إقامة. فادعى رفعت إنه بيعاني من ألم حاد تم تشخيصه على إنه التهاب في الزائدة الدودية ويحتاج إلى إجراء جراحة فورا. وفعلا عمل رفعت العملية، وبعد ما عمل العملية وتم شفائه بدأ يعمل مع والد جودي في المينا بعد ما رتب له تصريح الإقامة وتصريح العمل. وخلال فترة إقامته في ليفربول قابل القسيس واتفقوا على ان رفعت يعلمه كل اللي يعرفه عن الاسلام، والقسيس يعلمه في المقابل كل اللي يعرفه عن المسيحيه. واول ما رجعت السفينه حورس ودع رفعت جودي، وصعد السفينه حورس ورجع الى مصر. ودعته جودي وهي بتقول له انها تستناه، بس رفعت كان على يقين ان مفيش امل من اللقاء مره تانية. ورجع رفعت الجمال مصر سنه 1950 في شهر مارس، واحس بالغربه وبالوحده مره تانية، وقرر انه يسافر تاني باسرع ما يمكن. فاشتغل على سفينه بتحمل العلم الفرنسي، ووصل مارسيليا بعد 4 ايام، ومنها وصل لباريس، بس واجه خطر الطرد من البلاد لانه ما كانش معاه تاشيره اقامه. وعشان كده ركب القطار المتجه لندن بحجه انه عايز يستشير الطبيب اللي اجرى له عمليه الزائده الدوديه، وحصل على تاشيره زياره لمده 2 اسبوع. ووصل رفعت ليفربول وقابل جودي موريس مره تانيه اللي فرحت برؤيته مره تانيه، وفضلت تبكي طول الوقت لأنها كانت معتقدة إن رفعت رجع من أجلها، وطبعاً الكلام ده ما كانش صحيح. وأقام رفعت مع جودي وساعده القسيس اللي كان قابله في المرة الأولى في الحصول على وظيفة في وكالة سفريات اسمها سيلتيك تورز. اشتغل رفعت بحماس وأقنع رئيسه إنه يسافر لندن يحاول الحصول على موافقة السفارة المصرية إن وكالة سيلتيك تورز اللي بيعمل فيها تتولى تنظيم سفر الدبلوماسيين المصريين والحاصلين على المنح الدراسية من وإلى بريطانيا العظمى. وفعلا راح لندن وقابل الملحق المصري هناك وأقنعه شركته اللي هي وكالة سيلتيك تورز تتولى نشاط سفر الدبلوماسيين المصريين، وأوضح له أن أسعارهم أرخص وأنه هو كمصري وابن البلد هيتابع العمل لضمان رعاية أفضل للعملاء. ونجح رفعت في الأمر ورجع ليفربول معاه عقد مربح بلغت عمولته 2000 جنيه استرليني. وفي أقل من 5 شهور تضاعف حجم العمل في وكالة السفريات اللي بيشتغل فيها، وزادت حصته ل 5000 جنيه استرليني. أودعهم رفعت في بنك أمريكان إكسبريس مقابل شيكات سياحية بنفس القيمة. وفي الوقت ده اقترح رفعت على رئيسه أنه يحاول المحاولة نفسها مع السفارة المصرية في نيويورك. ووافق رئيسه فوراً وحجز له تذكرة سفر على نيويورك، وودع رفعت جودي، وده كان الوداع الأخير بين رفعت وجودي. وفي نيويورك قابل رفعت مدير وكالة سفريات، حاول انه يتعاون معاه من اجل الموضوع اللي سافر علشانه. وقال له مدير الوكالة ان ليفربول دي مدينة صغيرة، وانه لا يمكن انه يتم فيها تنظيم السفريات لامريكا. ومدحه وقال له ان هو موهوب، وان المفروض انه يبرز مواهبه دي في نيويورك، وعرض عليه وظيفة قبلها رفعت بفرح شديد وعلى الفور. بس كان قبول رفعت للعمل في نيويورك
يعني من الناحية القانونية أنه خدع صاحب وكالة السفريات الإنجليزية، وأنه حصل بموجب ذريعة كاذبة على تذكرة سفر بالطيارة من إنجلترا للولايات المتحدة الأمريكية. وكان من المنطقي أنه يوجه له رئيسه السابق في ليفربول تهمة الغش. وفضل رفعت في نيويورك وحول الشيكات السياحية لدولارات بما يساوي قيمة اللي معاه من جنيهات استرلينية مرتين ونص، وبالتالي أصبح بيمتلك 12,000 دولار ملكية قانونية. بس إقامته في الولايات المتحدة ما كانتش قانونية لأنه ما حصلش على بطاقة التأمين الاجتماعي الخضراء، وعشان كده راح لرفعت إلى كندا حيث تقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول للزيارة في مطار مونتريال، وحصل على تأشيرة زيارة مدتها أسبوع واحد، ومنها طار على فرانكفورت في ألمانيا بتأشيرة عبور لمدة 48 ساعة، وهناك طلب السفر للنمسا. بس حصل له مشكلة كبيرة في فرانكفورت. في مطار فرانكفورت قابل رفعت فتاة شقراء جميلة ودعاها أنه هي تقضي معاها الليلة في غرفته في الفندق، وتأمينا لنفسه خبى فلوسه، وفعلا وجدت الفلوس زي ما هي في صباح اليوم التالي. بس المفاجأة أن البنت اختفت، واختفى معاها جواز السفر بتاعه. وطبعا توجه رفعت للقنصلية المصرية وأبلغ عن فقدان جواز السفر، وتقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد. بس القنصل المصري شك فيه وألمح أن رفعت باع جواز السفر بتاعه، لأن كتير من النازيين السابقين في الوقت ده كانوا بيحاولوا الخروج من البلد وبيشتروا جوازات سفر أجنبية يسافروا بيها. وبعد يومين أوقفته الشرطة للتحقيق واحتجزوه وأحالوه للقضاء وحبسوه بتهمة الإقامة غير المشروعة، ورحلوا رفعت الجمال على أول طيارة للقاهرة. وهنا بينتهي الجزء الأول من حكاية وقصة رأفت الهجان أو رفعت الجمال الحقيقية. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا به، وأتمنى أنكم تشيروا الفيديو وتشتركوا في القناة عشان الناس تشوف القصة الحقيقية للبطل المصري رفعت الجمال أو رأفت الهجان وعظمة جهاز المخابرات العامة المصرية. دمتم بكل الخير ودامت مصر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.